السلام عليكم. شركة ضخمة لديها أكثر من 7000 موظف في أمريكا، وفي عام 2008 وخلال الأزمة العالمية ألغي من الشركة في يوم واحد 30% من صفقاتها، وبالتأكيد كانت نتيجة كارثية للشركة والعاملين فيها. الشركة لم تستوعب القدر الكبير من الموظفين وبمرتباتهم العالية، وكانوا مجبرين على توفير مبلغ 10 مليون دولار من المصروفات. مجلس الإدارة اجتمع وقرر تسريح جزء من الموظفين، إلا أن الرئيس التنفيذي للشركة بوب تشابمان رفض الفكرة وظل يناقش الشركة لفترة طويلة حتى وصلوا لبرنامج مرضي، وهو أن يقوم كل موظف من أبسط عامل حتى أعلى عامل بأخذ إجازة مدة 4 أسابيع بدون راتب في أي وقت تريد خلال عام، وقد تكون هذه الأسابيع متصلة أو منفصلة. العبقرية كانت في الطريقة اللي أعلن فيها الرئيس التنفيذي الحل، فقد قال للموظفين: الأفضل أن نعاني جميعا قليلا بدلا من أن يعاني بعضنا الكثير. وعندما استشعر الموظفون الأمانة والتقدير من شركتهم ووجدوا أن لهم قيمة، بدأوا بتطبيق المطلوب منهم وأكثر. فمن كان منهم لديه ما يكفي من المال أخذ 6 أسابيع إجازة، ومن كان أقل مقدرة أخذ 2 أسابيع إجازة، وهكذا. وكانت المفاجأة أن الشركة وفرت ضعف الرقم الذي كانوا بحاجة إليه، ولم يفصل إنسان واحد من الشركة. الفرق كبير بين المدير الذي يرى لغة الأرقام فقط والقائد الذي يعرف قيمة الإنسان. يومكم سعيد.